بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن وإعادة إعمار غزة، ويطالب الجانبين باغتنام الفرصة. نتنياهو يقابل مقترح بايدن بالتأكيد على مواصلة الحرب، وحماس ترحب بالمقترح وتشترط التزام إسرائيل. برنامج الغذاء العالمي يحذر السودان يتجه لأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهناك من يأكل العشب وأوراق الشجر. مجلس الأمن الدولي ينهي ولاية البعثة الأممية في العراق ينامي بحلول نهاية 2025. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حماس إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن هذه هي الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء الصراع المميت. وبايدن قال أيضا إن إسرائيل عرضت مقترحا جديدا شاملا، مشيرا إلى أن إسرائيل تعرض سحب كافة قواتها من غزة لمدة 6 أسابيع، مضيفا في الوقت نفسه أنه تم نقل المقترح الإسرائيلي إلى قطر وحماس، إلى أن بايدن قال إنه يعلم أن البعض في إسرائيل لا يوافق على هذه الخطة، ومنهم أعضاء في الحكومة، وحث القيادة الإسرائيلية على دعم هذا الاتفاق رغم أي ضغوط. وقال بايدن إن المقترح الإسرائيلي الجديد لوقف الحرب يشمل 3 مراحل، تستمر الأولى ل6 أسابيع مع وقف شامل لإطلاق النار وبدء انسحاب إسرائيلي، وأيضا ومع بدء المرحلة الثانية تتوقف الأعمال القتالية بشكل نهائي بالتزامن مع تبادل الرهائن الأحياء المتبقين واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية. أما المرحلة الثالثة الأخيرة فستكون بتطبيق خطة إعمار كبيرة للقطاع المنكوب بحسب الرئيس الأمريكي. بعد دبلوماسية مكثفة قام بها فريقي من خلال الكثير من المحادثات مع قادة إسرائيل ومصر وقطر ودول أخرى في الشرق الأوسط، عرضت إسرائيل الآن مقترحا شاملا جديدا، هو عبارة عن خريطة طريق للوصول لوقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن كافة الرهائن، وهذا المقترح قدمته قطر إلى حماس. وفي أول رد إسرائيلي أوضح مكتب نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية موحدة في رغبتها في إعادة المختطفين في أسرع وقت ممكن، كاشفا تكليف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لإعادة المختطفين والقضاء على حماس عسكريا وحكوميا. بدورها نقلت القناة 12 عن المسؤول الإسرائيلي القول إن خطاب بايدن ضعيف وهو لا يفهم الواقع، وما قاله يشكل انتصارا لحماس. وفي ردها على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف الحرب في غزة، أعلنت حركة حماس أنها تنظر بإيجابية لما تضمنه الخطاب من دعوة لوقف القتال، كما أن حماس مستعدة للتعامل بإيجابية مع أي مقترح على أساس وقف دائم للقتال، بالإضافة إلى التعامل بإيجابية مع مقترح التهدئة إذا أعلنت إسرائيل التزامها الصريح بذلك. We'll be right back.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أن اقتراح بلاده لوقف القتال بغزة وتبادل المحتجزين يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين. جاء ذلك خلال اتصالات منفصلة أجراها مع كل من نظيره السعودي والأردني والتركي، ذلك في ختام زيارته للعاصمة التشيكية براغ. عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن دعمها لاقتراح الرئيس بايدن لإنهاء الحرب في غزة، ووصفته بأنه مقترح متوازن وواقعي وبحاجة إلى الدعم. وأضافت أيضا أن الاقتراح يمثل فرصة كبيرة للتحرك نحو إنهاء الحرب ووقف معاناة المدنيين. أكد وزير الخارجية الأمريكي أيضا أن توزيع المساعدات داخل قطاع غزة لا يتم بفاعلية كاملة بسبب الأوضاع في الجنوب، وأضاف أن إغلاق رفح يعيق العملية الإنسانية. توزيع المساعدات داخل غزة لا يعمل بشكل فعال بسبب العمليات القتالية في الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال باب رفح مغلقا. توصل الرئيس بايدن إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل للتأكد من مرور البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، بما في ذلك البضائع القادمة من مصر، لكن معبر رفح لا يزال مغلقا، وهذه مشكلة حقيقية. لذا فإن التركيز الذي نواصل ونعمل عليه بشكل مكثف كل يوم هو التأكد من أننا لا نقيس ما يدخل إلينا فحسب، بل نقيس التأثير، وبالفعل ما يزال تأثيرنا غير كاف من حيث تلبية الاحتياجات الملحة للأطفال والنساء والرجال في غزة. أعلن الأردن أنه سيستضيف مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية في غزة في 11 يونيو بالشراكة مع مصر والأمم المتحدة. وأضاف الديوان الملكي الأردني أن المؤتمر يهدف للاستجابة الإنسانية في غزة وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في القطاع. تبنت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية مشروع قرار يدعو لتلبية الاحتياجات الصحية في غزة بعد فرض إسرائيل تضمينه لإدانة استخدام حماس مستشفيات القطاع لغايات عسكرية، بالإضافة إلى دعوة لإطلاق سراح الرهائن. ويهدف مشروع القرار إلى تنظيم مؤتمر للمانحين للاستجابة للاحتياجات الصحية في غزة والأراضي الفلسطينية ومستوى التدمير الذي طال القطاع. المناشير قالوا لنا اخلوا فورا، اخلاء فورا بيت حانون. والله ما احنا عارفين وين نروح، صغارنا تعبنا مدنا فيه، والله واحد اله مش قادر وين نروح بصغاره. والله رمى علينا مناشير وطيارات واخلوا بيت حانون فورا، واخلاء المدارس، ثلاث مدارس قاعدين في المدارس، احنا واخلاء المدارس وبدنا نروح. والله ما احنا عارفين وبدنا نروح. حسبي الله ونعم الوكيل. اليوم ما طلعنا، والله ما نعرف وبدنا نروح. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدم دخول المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة جعل الوضع كارثيا ووصل إلى مستويات غير مسبوقة. وأضافت أن العالم شهد لفترة طويلة مشاهد مفجعة جدا ودمارا هائلا في قطاع غزة، مضيفة أن الكلمات لا تنقذ الأرواح وأن هناك حاجة إلى العمل. صلي 8 أيام في المستشفى، فيش تقدم عندي بالمرة في الوجع وفي الجرح، يوم عن يوم بزيد الوجع وبزيد التفتحات في بطني. عملوا العملية وبعد 3 أيام من معاناة ما يعلم بها الله الله، عدولوا العملية كمان مرة اكتشفوا فيه حاجات أعطل من الأولانية. حكوا لي أنت لك علاج في الخارج، عمل لنا مزج رقم 1 لتحويله، تمام؟ ولحتى الآن ما طلعش اسمي يعني.
أنا واحد من الناس قاعد في المستشفى ما ليش علاج. الدكاترة حكول أنت ما لكش علاج. وهان حالتي سوأة. وين علاج؟ حكول علاجك في الخارج. كان قبل إغلاق المعبر أكثر من 6000 حالة تنتظر الخروج خارج قطاع غزة. على مستوى قطاع غزة و2000 حالة تقريبا من مستشفى شهداء الأقصى. من حيث الحالات هناك الكثير من الحالات فقدت أقدامها، فقدت أطرافها، فقدت عيونها، وهناك بعض الحالات للأسف الشديد تم استشهادها وهي تنتظر الخروج خارج قطاع غزة للعلاج واستكمال العلاج. ألغت فرنسا مشاركة شركات إسرائيلية في معرض للصناعات العسكرية والدفاعية، ووفقا لما أفادت به شركة كوكز إيفنتس المنظمة لمعرض يورو ساتوري، فإن هذه السلطات الفرنسية وجهت بعدم تخصيص أي جناح لعرض الأسلحة والصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض الذي ستبدأ فعالياته منتصف شهر يونيو الجاري بالقرب من باريس. أعلنت الهيئة الصحية التابعة لحزب الله عن مقتل مسعف وجرح آخر باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في الناقورة جنوب لبنان، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية أخرى بصاروخ موجه دراجة نارية في يارون، ما أدى لمقتل عنصر من حزب الله. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف الظهيرة في القطاع الغربي. هذا وقال حزب الله، قال إنه رد باستهداف موقع باروخ وطربيخة بالإضافة لموقع البغدادي الإسرائيلي. هذا واستهدف طيران الإسرائيلي منزلا مستأجرا لعناصر من حزب الله في عدلون جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط قتيلة وأربعة جرحى جراء ذلك الاستهداف. دمر الجيش الأمريكي عدة مسيرات أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه البحر الأحمر وخليج عدن، ووفقا لما أفادت به القيادة المركزية الأمريكية، فإن الحوثيين أطلقوا 5 مسيرات تم تدمير 4 منها، بينما سقطت 5 في البحر الأحمر. كما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الحوثيين أطلقوا 2 صاروخين باليستيين فوق خليج عدن دون أن يتسببا في أضرار أو إصابات بالسفن وحركة الملاحة. طالبت المتحدثة الرسمية باسم برنامج الغذاء العالمي بالسودان ليني كنزلي أطراف الصراع بضرورة وقف القتال والسماح بإيصال المساعدات، وفي مقابلة مع الحدث قالت إن السودان يتجه لأسوأ أزمة إنسانية في العالم. يجب أن يتوقف هذا القتال. السودان يتجه لأسوأ أزمة إنسانية في العالم. كلما استمر الصراع تزداد معاناة الناس في الحصول على الغذاء، حيث هناك من يأكل العشب وأوراق الأشجار. يمكن تفادي كل هذا إذا توقف الصراع. الوضع في الفاشر أقرب إلى الكابوس. لدي اتصالات مع أشخاص هناك وزرت الفاشر عدة مرات. لا يمكن للمدنيين المغادرة بسبب استمرار القتال. قالت قوات الدعم السريع أنها بحثت مع رمطان العمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سبل تسهيل عملية توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين في أنحاء البلاد، ذلك إلى جانب توفير الحماية للمدنيين. ذكر أيضا الدعم السريع في بيان أن الجانبين استعرضا التحديات التي تواجه الوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية، وأكد أن الطرفين اتفقا على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتخفيف معاناة المدنيين. أعلن الجيش السوداني أن قواته تمكنت من الوصول إلى عمق قوات الدعم في بحره، وأضاف أنه نفذ عملية نوعية في المنطقة
ما أدى لمقتل 7 وذلك من قواته وإصابة 28 خلال معارك مع قوة الدعم بالقرب من حلفاية وهذا الجسر الرابط من أم درمان وبحري. وأضاف البيان أن العملية أدت إلى مقتل قادة وعناصر من الدعم وتدمير عدد من الآليات. القوات المسلحة طبعا هي يعني تدير هذه الحرب وتدير هذه العمليات ومن خلالها تقوم بالعديد من أنواع العمليات. هذه عملية التي تمت صباح اليوم أو فجر اليوم في منطقة الحلفاية هي عملية نوعية، القصد منها هو العبور وإحداث خسائر وسط العدو وتكبيده أكبر قدر من الخسائر والوصول إلى عمق العدو، وهي عملية خاطفة الحمد لله رب العالمين قد تمت كما هو مخطط لها وكما جاء في البيان الذي وضح هذا الأمر. من جانبها أعلنت قوة الدعم السريع أنها أسقطت مقاتلة حربية تابعة للجيش السوداني في الخرطوم بحري. وقال الناطق الرسمي باسم قوة الدعم عبر بيان نشره على منصة أكس إن المقاتلة أسقطت خلال معارك عسكرية تمكنت فيها قوة الدعم من تكبيد الجيش خسائر فادحة. ونفت أيضا قوة الدعم دخول الجيش إلى بحري. أيوة الله يكرمك حديني شوف مسافة زول ده. قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع بناء على طلب بغداد أن يسحب من العراق بحلول نهاية 2025 البعثة الأممية الموجودة في العراق منذ أكثر من 20 عاما. وقال مجلس الأمن إن التجديد للبعثة الأممية سيكون لمدة 19 شهرا أخيرة. وقال إن التصويت جاء بالإجماع لصالح القرار. الحكومة العراقية أعلنت ترحيبها وأضافت أن انهاء العمل بالبعثة يأتي بناء على طلب بغداد وأن القرار بمجلس الأمن الدولي جاء نتيجة الاستقرار والتقدم الذي يشهده العراق وعلى الأصعدة المختلفة، كما أكد بيان مكتب رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان تصفية مهام وأعمال البعثة بما يتسق مع سيادة العراق وإرادته. دانت طهران فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مؤسسات ومسؤولين بينهم وزير الدفاع. وقالت الخارجية الإيرانية إنها تحتفظ بحق الرد. وأدرج الاتحاد الأوروبي كل من وزير الدفاع وقائد فيلق القدس ورئيس صناعات الطيران على قوائم العقوبات، وذلك ذات الصلة بتزويد وكلاء إيران في الشرق الأوسط بالمسيرات والصواريخ. كما أدرج الاتحاد الأوروبي أيضا على القوائم عينها 3 كيانات، هي الكيان المسمى خاتم الأنبياء المركزي وهو يتخذ القرارات التشغيلية وشركة كافان التي تشتري وتبيع المكونات، أما الثالث فيعود للبحرية التابعة للحرس الثوري. بالتزامن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على إيران. ذكرت الوزارة في بيان لها على موقعها أن العقوبات تستهدف فردا مرتبطا بمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية وأربعة كيانات أخرى. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سلفه دونالد ترامب يهدد الديمقراطية الأمريكية. بايدن الذي يواجه سلفه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل أضاف في صفحته على منصة أكس أن ترامب الذي يشكك بالنظام القضائي سبق وأن شكك في النظام الانتخابي داعيا إلى توقيفه.
لا أحد فوق القانون. دونالد ترامب أعطي كل الفرص للدفاع عن نفسه في القضية التي رفعت ضده في ولاية نيويورك. هيئة المحلفين المشكلة من 12 شخصا تم اختيارها بنفس الطريقة التي يتم بها اختيار هيئات المحلفين في عموم الولايات المتحدة. وبعد 5 أسابيع من المحاكمة توصل المحلفون إلى قرار إدانة ترامب لأنها وجدت أنه مذنب، والآن تتاح له فرصة الاستئناف كما هو الحال بالنسبة لجميع الأمريكيين. من جانبه قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن المحكمة متعاونة بالكامل مع البيت الأبيض ووزارة العدل. Now I'm under a gag order which nobody's ever been under. No presidential candidate's ever been under a gag order before. I'm under a gag order, nasty gag order, where I've had to pay thousands of dollars in penalties and fines and was threatened with jail. Think of it, I'm the leading candidate. I'm leading Biden by a lot. And I'm leading the Republicans to the point where that's over. So I'm the leading person for president, and I'm under a gag order by a man that can't put two sentences together, given by a court. And they are in total conjunction with the White House and the DOJ, just so you understand. This is all done by Biden and his people. Trial itself, it was very unfair. We weren't allowed to use our election expert under any circumstances. You saw what happened to some of the witnesses that were on our side. They were literally crucified by this man who looks like an angel, but he's really a devil. He looks so nice and soft. People say, oh, he seems like such a nice man. No, unless you saw him in action. It was a rigged trial. We wanted a venue change where we could have a fair trial. We didn't get it. We wanted a judge change. We wanted a judge that wasn't conflicted. And obviously he didn't do that. Nobody's ever seen anything like it. أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو يانس ستولتنبرغ أنه منذ الغزو الروسي في عام 2022 قدم الحلف نحو 4 مليارات يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا. منذ بداية الحرب عام 2022 قدم الحلفاء ما يقرب من 40 مليار يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا، ويجب أن نحافظ على هذا المستوى من الدعم على الأقل كلما كان ذلك ضروريا. اقترحت أيضا أن يتقاسم الحلفاء هذا العبء بشكل عادل، وهذا من شأنه أن يحسن القدرة الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة الهجمات المحتملة والتي تحتاجها للتخطيط على المدى الطويل. كما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو أن مستقبل أوكرانيا يكمن في التحالف العسكري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحلف لديه الحق الكامل في مساعدة أوكرانيا على التمسك بحق الدفاع عن النفس. يتفق الحلفاء على أن مستقبل أوكرانيا يكمن في حلف شمال الأطلسي، ونحن عازمون على إحراز تقدم في رسم هذا المسار، وستكون العضوية الضمانة الأمنية النهائية لأوكرانيا، وسوف تضمن السلام الدائم وتوفر الاستقرار اللازم لإعادة إعمار البلاد. الدفاع عن النفس ليس تصعيدا، الدفاع عن النفس هو حق أساسي وهو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. إن أوكرانيا لديها الحق والمسؤولية عن حماية شعبها، ولدينا الحق أيضا في مساعدة أوكرانيا على التمسك بحقها في الدفاع عن النفس. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية. هذا في ختام هذه الجولة، نشكر لكم كرم المتابعة، ونذكركم بإمكانية متابعة مواقع التواصل الخاصة بالحدث والتفاعل معها، بالإضافة إلى تصفح الحدث .net. في أمان الله.